يفتح السفر نحو جبال الأطلس الكبير عبر أراضي الأطلس الصغير، موسوعة طبيعية متنوعة المناظر مختلفة المآثر، موسوعة تضم أجزاؤها تناقضات طبيعية كثيرة، فمن جبال عالية إلى سهول واطية، ومن ألوان تبدو ناصعة زاهية إلى أخرى صيرها الحر والقر باهتة بالية. أرض جمعت بها الأضداد وتآلفت، واتحدت بها الرؤى وإن اختلفت، جامدة من فرط التعب والجفاف، ناطقة بتاريخ الأجداد والأسلاف، جبال رمادية بملامح قاسية ترنو لجارات لها بقمم بيضاء ثلجية. منظر يتداخل فيه الباهت بالناصع ليعطي انسجاما واضحا بين الحركة والسكون، بين الظواهر والبطون. بين سلسلتي الأطلس الكبير والصغير لوحة من فسيفساء طبيعية كونتها الجبال والبحيرات والواحات، تتوسطها حاضرة متعددة الأسماء والصفات: بوابة الصحراء، أرض الكنوز، مدينة القصبات، مدينة ورززات. إذا كانت ورززات بوابة للصحراء بطرقها المؤدية إلى مدن زاجورة والرشيدية وأرفود، فهي أيضا نقطة انطلاق نحو الجبال المحيطة بها، جبال الأطلس الكبير شمالا والأطلس الصغير جنوبا. بذلك فهي تقدم إحساسا هائلا بتغير الطبيعة في تجلياتها المتعددة، وتجسد تاريخا عريقا ظل مغمورا بسبب ندرة المصادر. ورززات كلمة أمازيغية مشكلة من كلمتين، هي ور وززات، ور تعني عديم، ززات بمعنى الفوضى والصراعات. مدينة ورززات مدينة معروفة بالسينما بالخصوص والسياحة، تاريخها حديث نسبيا، يرتبط بالظاهرة الاستعمارية، مرتبط بالاستعمار، ولكن ورززات كإنسان وكمجال معروفة منذ القدم. دليل على ذلك وجود الكثير من الغارات، من المغارات في ضواحي المدينة بالخصوص في المنطقة الشمالية قرب المطار. تاريخ الإشكال الذي يطرح بخصوص تاريخ ورززات أنه تاريخ قبائل بالخصوص، هو تاريخ شفوي غير مدون، تاريخ غير مدون. حتى الإشارات القليلة التي نجدها في المصادر التاريخية والمبتوتة في المصادر التاريخية المختلفة حول ورززات مرتبطة بالخصوص بالمنطقة ديال درعا. عبر وادي درعا وواحات تدغى ودادس وتزنتيشكا، لعبت ورززات طيلة تاريخها الطويل دور المركز الهام والمعبر الأساسي لتجارة القوافل. لذا فقد عمدت كل الدول التي تعاقبت على حكم المغرب الأقصى إلى مد نفوذها نحو المنطقة، بداية من عهد الأدارسة وحتى العلويين. كما شكلت ورززات منذ القدم مجالاً التقت فيه عدة مجموعات بشرية من إثنيات مختلفة. مدينة ورززات عبارة عن ثلاث قرى: القرية ديال تيغرم تنقلال في الشمال على ضفاف نهر ورززات، تليها القرية ديال سيدي داود، ثم القرية ديال طمغزاست
هاد ثلاثة ديال القرى هما الأصل ديال مدينة ورز، بينما ورززات الحالية كمدينة كانت في البداية عبارة عن تكنة عسكرية لجيش الاحتلال. القبائل اللي هي كان اشهر القبائل اللي عندك منطقه ورزات كله طلع المنطقه، يعني القبائل اللي توزكيت تلقى اتحاديه مقور بزاف، تلقى سيليان يعني 17 قبيله ما 18 قبيله، تلا القبيله القبائل اللي مغران، القبائل اللي تسدرات، القبائل اللي تنغير، القبائل اللي تعطى، القبائل اللي مرغاده تحديد دو، القبائل ونيلن الى تيوراسين، القبائل نتمداخ تيت بن حدو، القبائل تيزكينو ظاليم تيديلي، القبائل طملات، القبائل طمسطين، القبائل يتواغرضا يمسين يخزامن ايت مغليف ايت قلا يزناقن. اذا التشكيله الاقليم الورزه تبارك الله كان يعني الاقليم يتجمع ديسات المجموعه القبائل قوتنيت بزاف داس نتين التاريخ كان تاريخ عريق واصيل. تنحدر ساكنة ورززات من أصول أمازيغية وعربية وإفريقية سوداء، وبسبب مداخلهم الهزيلة المعتمدة خاصة على الفلاحة أخذت الأسر تبحث عن مداخل إضافية تأتي في الغالب من هجرة أحد أفرادها داخل المغرب أو خارجه، حيث نجد أن نسبة 80% من الأسر تضم على الأقل شخصا مهاجرا داخل كل أسرة. ورغم التناقص الذي عرفه الإقليم في عدد السكان الأصليين الذين يتشكلون في غالبيتهم من الأمازيغ والذين أصبح عددهم لا يتعدى 14% من مجموع الساكنة، فإنه بالمقابل عرف تزايداً ديموغرافياً سريعاً بسبب الهجرات المتوالية إليه نتيجة ازدهار السياحة وظهور الصناعة السينمائية. المواريد المحلية، الاقتصاد المحلي موت والوت. اذا مدنا هازر دانس الدخلات، دانس طنطان، دانس العيون، دانس وكادير، دان يتباها تارو دان تخدم الكريدي، تخدم دا يقازونا كريدي، دا يبنو كري يخدم كرفيرمات كري يخدم. المهم الاهم اللي تساهم الاقتصاد الورزازات هو الموارد الخارجيه. يقدر عدد سكان إقليم ورززات بحوالي 500 ألف نسمة متوزعة على نحو 85 ألف عائلة يشتغل معظمهم بالفلاحة، مع أن نسبة الأراضي الصالحة للزراعة لا تمثل إلا 1.2% من مجموع المساحة الكلية للإقليم. من أهم الأنشطة الاقتصادية الموجودة في ورزات وفي الإقليم ديال ورزات بصفة عامة، هناك نشاط ديال الفلاحة، هي بطبيعة الحال أنشطة فلاحية بسيطة مرتبطة بالخصوص بالفلاحة التقليدية اللي تتوفر الاكتفاء الذاتي للأسر لكونها ممارسة في غالب الأحيان في المناطق على ضفاف الأنهار بالخصوص وفي بعض الواحات، وبالتالي المردودية هي مردودية متواضعة تلبي الحاجيات ديال الأسر، التسويق ديالها قليل، هذا إذا باستثناء التمر، يعني لا تنتكلموا على التمر، على بعض الغلات الأخرى بحال اللوز هذا يسوق، بينما البقية ديال المنتوجات لا تكفي الحاجيات الذاتية للأسر. لمواجهة النمو الديموغرافي وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المواد الغذائية أولى المغرب عناية قصوى للقطاع الفلاحي، ولا أدل على ذلك أكثر من المنجزات التي تحققت في هذا المجال من استصلاح للأراضي وتموين التعاونية الفلاحية وبناء السدود لخزن المياه وتوليد الطاقة. فلاح لا درس الاهتمام، لا تخدم، أريد تصبر، أريد تكبر، تخدمت مغار، أريد تخدم ورقاز، أريد تعاونت مغار تلزق الفلاحة قال جني ورزازات، ولكن المردودية أضغطان النفقات نسند، أضغطان يعني المطالب نسند، المتطلبات المعيشة وريمكين وفلاح ورسلات وريغيا أغطى كل شيء النفقات ولا والو، ولكن لابد من الموارد كرا تعاون وردة ونس كرا تعاون، يعني يخدم درس غلوطين، يعني يخدم مثلا كموظف، يعني يخدم الإدارة، يعني يخدم كرا الشركة، وخا أن المعادن اللي يعني ورزات مثلا ساهمن ما
مثلا زند يميني مثلا اللي يوظف فيها العدد مدن، زند يمدر يوظف فيها العدد مدن مثلا، مثلا اللي غلا الذهب كتيويت كذلك، واللي النحاس قلب اللي داور تيقين المنجم من النحاس. ولكن يعني الانسان مكنا داس حسه ان في الحقيقه اغلب العائلات بورزات فقيره جدا جدا. يعلو إقليم ورزازات عن سطح البحر بنحو 1136 متراً، ويسوده مناخ شبه جاف إلى جاف، مما يجعل التبخر به شديداً يصل إلى معدل 2800 ملم سنوياً. ويساهم سد المنصور الذهبي المقام على وادي درعة والذي تبلغ سعته 560 مليون متر مكعب في ري الكثير من الأراضي وتعديل النقص المترتب عن الجفاف والتبخر. يعتبر معدل التساقطات بالإقليم جد ضئيل، حيث لا يتعدى 150 ملم سنوياً. إن جفاف المناخ وعواقبه الهيدرولوجية إضافة إلى العوامل الجغرافية والجيولوجية تشكل سبباً مباشراً في تناقص كمية المياه بالمنطقة وزيادة ملوحتها، وبالتالي إلى الحد من جودتها. وتنذر العقود القادمة بتفاقم هذا المشكل نظراً لتزايد الحاجيات السوسيو-اقتصادية للمنطقة واستفحال التصحر والتلوث والجفاف. يشكل إقليم ورزازات مجالاً غنياً بمؤهلاته الطبيعية المتنوعة ومآثره المعمارية المتمثلة في البناءات الطينية والقصبات. إن تقنية البناء بالتراب أو الطين التي تعود إلى آلاف السنين قد اختفى معظمها في كثير من البلدان، لكنها بهذه الأرض استطاعت أن تقاوم الزمن لقرون عديدة، بل أن تنتعش بها وتزدهر. فقصور طمط ضغط وتفلتوت وأمريديل وتغزوت وغيرها لا تزال قائمة تصارع تقلبات الدهر لتظل شاهدة على العمق الحضاري والتاريخي لهذه المنطقة. مدينة ورزات مرتبطة بظرفية تاريخية معينة، هي اللي انتجت هذا النمط العمراني. هذه الظرفية التاريخية تتميز بانعدام الأمن بوجود نوع من السباء، وبالتالي كانت قبائل أو أسر كبيرة ممتدة تتسكن في واحد القصبة، هذا تيوفر لها الأمن، هذا جانب ديال الأمن، بمعنى أن انعدام الأمن والفترة ديال السباء أثرت حتى على النمط ديال العمران اللي كان سائد في المنطقة ديال ورزات. بطبيعة الحال هذا النمط هذا العمراني موجود في جميع المناطق الجنوبية الشرقية ديال المغرب، ربما من الواحة ديال درعا حتى للسفوح الجنوبية ديال الأطلس الكبير، الجنوبية الشرقية ديال الأطلس الكبير. من أشهر قصبات ورزازات قصبة توريرتا الواقعة وسط المدينة. استمدت هذه القصبة تسميتها من الكلمة الأمازيغية التي تعني التل أو المرتفع. حسب بعض الروايات الشفوية يعتبر المكان من أقدم التجمعات السكنية بالمنطقة، إلا أن اسم قصبة توريرت ارتبط باسم أسرة الجلاوي منذ أن حصنها جدهم الأكبر محمد إبيبط لتلعب دورا مزدوجا حمائيا وسكنيا. كانت القصبة بسبب الظروف السياسية المتردية التي تعيشها المنطقة تمثل إلى جانب السكن برجاً لمراقبة تحركات القبائل، وكذا القوافل التجارية المتنقلة بين واحات درعا وورزازات وتدغى ودادس.
في عهد الحسن الأول أصبحت هذه القصبة مقرا للخليفة المدني القلاوي الذي عينه السلطان على ورززات وتافيلالت مكافأة له على الخدمات التي قدمها آل القلاوي لحركة السلطان سنة 1894 أثناء مرورها بالمنطقة وسط عاصفة ثلجية. مع تصاعد نفوذ المدني القلاوي خلال السنوات اللاحقة عين المدني أخاه حمادي خليفة له بقصبة توريرت، وعين ابن أخيه حمو خليفة للمخزن على الجنوب كله. بعد تراجع نفوذ القلاوي بهذه المناطق حلت القوات الفرنسية بورززات سنة 1928 فأقامت بها حامية عسكرية ومطارا ومركزا للشؤون الأهلية، فتحولت بذلك ورززات إلى قطب أساسي من أجل احتلال واحات الجنوب. فرضت محدودية الإمكانيات على الصانع الورززي الاعتماد في بناء هذه المعلمة على وسائل محلية بسيطة، فبواسطة الطين والقش وجذوع النخل استطاع أن يخلق تحفة معمارية رائعة قاومت الزمن لعقود طويلة. ضمن هذا الصانع المبدع بناياته أشكالا هندسية متنوعة وزخارف فنية مختلفة اعتمد في تلوينها على مواد صبغية طبيعية كمح البيض والزعفران. ليست قصبة توريرت وحيدة ورززات، بل هناك مثيلات لها لا تقل عنها أهمية، وما هذه القصبة إلا واحدة من نماذج كثيرة يزخر بها الإقليم ينم بناؤها عن ذوق بديع وهندسة معمارية رفيعة. على بعد حوالي 30 كيلومترا شمال غرب مدينة ورززات وبمكان مطل على وادي أونيلا حيث مجرى أسيف مرغن أو الوادي المالح نموذج آخر للمعمار الذي شيد الإنسان معالمه من تراب. فوق مساحة تبلغ حوالي 1300 متر مربع ووسط حقول مخضرة يقف قصر عيت بن حدو شامخا يصارع الدهر ويتحدى الزمان ليحكي تاريخا عريقا ممتدا لعدة قرون. شيد قصر عيت بن حدو خلال القرن الثامن عشر الميلادي في قرية عيت بن حدو التي استمد منها اسمه، لكن بعض آثاره ترجع تاريخ بنائه أول الأمر إلى العهد المرابطي خلال القرن الحادي عشر الميلادي. غيديكا تزمت القصبة عيت بن حدو كيتو اوغي نيكي واش نغيدا ديغ الاصلي نوس سلاليان هو الجدي هو بن حدو سميتها بنت مازيرت هاتي الجدي نوان تسمى فنيت فهمت اي السلاليان بن حدو تاريخي كتنقيس بن حدو قال خليفه نيوس منتاش فين يحكم غير المنطقه يا دار 60 تيزيلي ووزكيت قبلو حتى اللي ورززات رستني المنطقه يا ووزكيت يقيس بن حدو الخليفه نيوس منتاش فين العهد المرابطين ورثات لا ورززات ورثات لا ورززات رستني المنطقات كله نيدرارنا دبا وزقيت وزقيت اييه يقيس الخليفت يبقى بقى دارس الخلايف غير من المده العهد نيوس بن تاشفين المده محمد الخامس. تتجلى أهمية هذا القصر فيما يمثله من إرث ثقافي وحضاري قيم يتميز بتقنيات بنائية خاصة وبكونه نموذج للبنايات التي تشتهر بها المناطق شبه الصحراوية في الشمال الإفريقي. الحوايج مكريتيزي لي أرقيس التراسن تلقى فينا تغري القافله غدي تكا الغرب ترديتها وي يقاين الصحراء ارتنسال
غالقصبه غوي واش كان دايت الصحراء دا وين تيمزين غالغرب ارنسان غدغي دار الزنزاني قينا وين تيمزين وين دا ديت وين تيمزين الزنزن تنين غالقبل تا وين ديك قاين الصحراء وزاكورا اي تمسى يغرانا تكنتا فيلالت دا نسان غدغي اي تفيلالت يغرانا مسا دار نسان غدغي غير اللي كان زلا تقديمت غير نفقيتي لا من حدو يقلقيس الحكم قابلت الملك يوسف تشفين. إن اهتمام السينمائيين وعلماء الآثار والسياح بهذه المعلمة التاريخية جعلها تحظى برعاية منظمة اليونسكو التي ضمتها إلى قائمة التراث العالمي. منذ أن تم ضمه إلى التراث العالمي الإنساني سنة 1987 عرف قصر وايت بن حدو وبدعم من اليونسكو وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي مشاريع عديدة تتمثل في ترميم أبراجه وواجهاته. وسوف تشمل عملية الترميم المنتظرة هذه أروقته ومسجده إضافة إلى ترصيف أزقته وتشييد بنايات سياحية حوله لينتعش اقتصاده واقتصاد أهاليه. هذه الأعمال قد تستغرق وقتا طويلا لما تتطلبه من جهد جهيد ودقة لا متناهية حرصا على احترام تفاصيل القصر المعمارية. وبالرغم من وضعه كتراث ذي قيمة عالية وإمكانيات كثيرة يعرف القصر تحولات عدة تتلخص في هجرة السكان المتواصلة من المنطقة واستقرارهم بالضفة اليسرى للنهر تاركين القصر عرضة للدمار والخراب. فساكنة الموقع اليوم لا تتعدى 800 نسمة تعيش أغلبها خارج القصر بينما لا تعيش داخله إلا نحو 10 عائلات فقط. أما سندغيك العائلات تكلوا فغندقيس بن حدو دون تسجين وسيف زغندقيس باش تزغندق وماس القيل القدرون باش ينتعش انتعش نقل حركة نسن سكن ريستورات سكن المأوي يعني السياح باش تعيشن. لماذا؟ لان المنطقه فقيره ورلين الامكانيات ورلين المردوديه ورلين ما استعاون نخف نسن. اذا اش كانت سكي القدرون الزغنقيس او خدت طلب السلطات المعنيه باش تغون صدوار نسن ولكن ورلين القندرت ورلين ومان ورلين الضو. اذا ما مسرات دغون مسرات دغون يخسى الامكانيات الساكنه يقاسطو فرت يمكن الاستقرار باش يمكن الاستقرار باش ينتعش كوكن سونس ينتعش الداخل نس باش يعيش لانه هو الانسان الانسان يخسى تعيش العيشه الكريمه. فهل ترجع الاهالي يوما الى الديار؟ وهل يعود القصر الى ما كان عليه من عمار؟